معانا محمد من اليمن. هو كان عنده بتر تحت الركبة، ودي عملنا له جلسات التأهيل. هنا ده الفرق بينه وبين اي حاجة تانية مفيش تأهيل، ان هو ما شاء الله دي ماشية، دي من اول جلسة، من اول مرة بعد ما عمل جلسات قبل الجلسات قبل تركيب الجهاز، والنهارده البروفة بتاع تركيب الجهاز. هو كده بيمشي اول مرة، لسه احنا هنعمله تأهيل تاني كمان بعد تركيب الجهاز، بس احنا حبينا نوريكم اول ماشية مع التأهيل. هو طبعا مركب جهاز حلو قوي، الادم كرايسي انا بحبها قوي، خفيفة، ده جهاز الماني خفيفة وكويسة جدا. شايفين ماشية من غير مشاية ولا اي حاجة، ده بفضل ربنا وجلسات التأهيل اللي اتعملت قبل ما نركب الجهاز الطرف الصناعي. ده بتر تحت الركب وماشي، يعني احنا لسه كمان انا يعني لسه في جلسات تأهيل تاني هنعملها بعد ما يعني من اول بكره هنبدا جلسات التأهيل اللي هي بقى بعد تركيب الجهاز. وده من اول مره مشي ولا مشايه ولا وقتين بعد ما عمل جلسات التأهيل، ده اللي احنا بنشرحه في الفيديوهات بتاعتنا.